ما حكم تسمية الطفل على أخيه المتوفى؟ لا بأس بذلك أن يسمى على أخيه أو على أبيه أو على جده، مسألة الأسماء أمرها واسع، إلا أنه يختار الاسم الحسن للطفل، لأن هذا مما يسبب تأثيرا طيبا على الطفل، والاسم له الاسم الحسن له تأثير طيب على الطفل على المسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ينبغي تحسين الاسم للطفل. نعم.